أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول العلماء إن أهل مكة لا تمتع لهم، فهل مرادهم أنه لا يجوز أن يختاروا نسك التمتع، أم أنه لهم أن يتمتعوا ولكن لا دم عليهم؟ الذي قال إن أهل مكة ليس لهم تمتع هو الله جل وعلا، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فأهل مكة يتمتعون ولكن لا يجب عليهم الهدي، لا يجب عليهم هدي التمتع. نعم.